صباح الخير عليكم اخواتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وصحه جيده ربي. ان شاء الله اليوم البنات فيديو جديد معكم. كيف ما كتشوفوا البنات ان شاء الله غنصور لكم هذا النهار اشنو غندير فيه، وفي نفس الوقت غندوز ان شاء الله الا قدرت غندوز لكم عند سينداكاتو نسول لكم على شحال من اخت قالت لي شحال من حاجه باغا نسول، ما بغيت نجاوب حتى نتاكد. المهم البنات دابا اليوم كيف ما كتشوفوا دابا راه بكري، دابا شي 7 وربع خارجه، شي 7 وربع ولا شي 7 ونص. عندي الجلبه ديال البنات، كنت مشيت جلبت الجنات وكانت صابرين تيا باقا ما دارتش الجلبه، وغنديهم نجلب ليهم يعني بجوج في النهار واحد ان شاء الله. المهم اللي غندير داكشي اللي غنديرو في اليوم غنصورو لكم ان شاء الله. المهم اجيو معايا راني مكبطه البنات اليوتيوب. صبرينا غير بشويه خواتاتي الزوينات. كيف ما كتشوفوا صابرين دارت الجلبه وحتى الجنات والحمد لله، وحاجه صابرين تخلعات شويه دابا راها شويه كتشوفوها شويه. صافي البنات غنستنى واحد 10 دقائق حتى يديروا ليهم كونترول بجوجات وعاد غنخرج نتلاقى معكم ان شاء الله. المهم خواتاتي الزوينات كملت دابا وغنخرج ديري البنات السلام. صابري اللي تخلعات شويه وجاتها ديما كديرها ليا ديما في الماء كتجلب كتحس بحال كتحس بالصخفه تحس دابا راه دابا مزيان يلا. ها جنات جنات حتى هي دارت الجلبه بكات شويه الحمد لله البنات كنت مخلوعه حيت صابري اللي كتخلعني ديما كتبقى عليها هذه ملي كتجلب كتجيها بحال كتبدا تخاف بحال. والحمد لله بعدا دارت الامور مزيانه. كان قال لي الزوج ديالي يمشي معاك ولكن قلت ليه لا صافي، قال لي لا تعود تبقى شي حاجه ولا كان قلت ليه لا بلاش راه كاين انا معاهم صافي ماشي مشكل. صافي البنات غنشد دابا القار ان شاء الله نتلاقاو البنات لا قدرت نصور لكم عاد الباترونات وخلاتني نصور دائما خلاتني ان شاء الله نصور البنات راني غنسولها قدام وتجاوبني وديك الساعه البنات راني غنشرح لكم شي حاجه. المهم هذا مكان خواتاتي هانشوف معايا غنمشي نشد دابا الكار ونتلاقاو ان شاء الله. بير لا دوماند دي تشيتا دي نانسك ريديتو دي تشيتا ما uscita ancora niente no ancora non è uscita ma ancora non è venuto il modello no no neanche noi abbiamo modelli ancora e quando arrivano secondo me ci vorrà dopo marzo cioè dei dopo marzo sì c'è nel senso nel mese di marzo ma ci vuole lì sei sempre passo passo e quando allora no lì se non è tanto basso però bisogna avere la cittadinanza da almeno 10 anni per gli stranieri devono avere la residenza in Italia da almeno 10 anni ok va bene quindi tutti quelli pure che hanno lì se basso ma non hanno la residenza da più di 10 anni non la prendono non poi per il bonus mamme questo di 800 euro ma ancora si chiama bonus mamma o hanno cambiato? Si chiama premio alla nascita. Premio alla nascita. Ok, va bene. المهم خواتاتي الزوينات رجعت للدار ودابا غنقول لكم البنات اشنو قالت لي بالضبط. المهم سولت المهم جاوني بزاف الاسئله على الاخوات اللي كيقولوا لي اختي زهرة وما قدرتش يعني نجاوبهم. قالوا لي راه حنا غنشدوها غير عام بالنسبه للدوماند ديال 160 الاورو راه غنشدوها غير عام اللي ولدوا هذا العام واللي ولدوا العام اللي فات
غيشدوها غير لمده عام. البنات راني سولت لكم السندكات قالت لي لا لمده 3 سنوات باقه هي هي، وحتى 80 الاورو هذيك ديال السكيده ديال سبيزا هذيك حتى هي البنات كتبقى تشديها لمده 3 سنوات، يعني تيدير الوليد ولا البنيه 3 سنين. وسولت حتى على ديال 800 الاورو البنات اللي خاصك تدفعي ملي تكون عندك 7 شهور ملي تكوني حامله، هذيك البنات دفعوها حتى هي تشديها بالوراق عادي، ما كاين لا اوراق ديما لا والو. كانوا في الاول البنات الوراق ديال ديما، دابا لا ما بقاتش بالوراق ديال ديما، يعني تشديها بوراق عادي. وبالنسبه للثاني الدوماند ديال ريد وتشيطا دينانسا، هذيك حتى هي سولت البنات راه باقي ما جا لا مودول لا والو، راه قالوا لي لا وصلت شي حاجه راه غنعيطوا ليك. المهم البنات انا لا دفعت حيت اصلا انا خاصني ندفعها على حساب المهم لي ساي ما جاش عندي طالع بزاف. لا جاتني شي حاجه البنات راني ضروري ما غنقولها لكم، واخا كيجوني شحال من التعاليق اللي كيبركو يعيروا ما عرفتش علاش. المهم انا ضد هاد البنات اللي كيجيو يعيروا، بغيت نقول لهم انكم راه الهضره ديالكم عاد كتدخل ليا من هنا وتخرج ليا من هنا، حتى التعاليق ديالكم ما بقيتش كنمسحهم كنخليهم، لانني انا هاد القناه درتها باش نفيد بزاف الاخوات، وخاصه ملي كيجيو عندي كيقول لي شكرا زهره هادشي كاع ما كنا عارفين، شحال شحال من حاجه ما كانوش عارفين، لا بونص بيبي لا بونص لوتش، شحال من حاجه كيجيو كيشكروني، يعني كنتشجع. ودائما البنات المهم لا كانت شي حاجه في هاد الدوماند اللي جايه البنات ديال ريدي تشيطا دينانسا ضروري ما نقولها لكم اخواتاتي، حيت كنبغيكم بزاف بزاف، وديما والله البنات حتى راكم عزيتو عليا، وكنقولها لكم من قلبي البنات. هذا ما كان المهم. وواحد الدوماند اخرى سولتني الاخت بالنسبه لكارتاره، قالت لي لا كانت كارتاسيه وعاد كارتاره، لا كانت كارتاره وعاد كارتاسيه. بالنسبه لكارتاره كانوا كيعطيوها كانوا كيعطيوها يا ربي توت سبيزا، يعني كلها تقدايها، دابا لا هاد كارتاسيه اللي عادت عاد نصف ديالها كتاخديها فلوس، والنصف ديالها عادتي كتاخديها تمشي تقداي بها. المهم البنات اي حاجه البنات خاصه اللي ما كتخرجش ولا شي حاجه، تجي عندي وتكتب لي تعليق تقول لي زهره سيري سولي لي على هذه، وانا البنات يعني نديرها بكل فرح ونمشي نسول لكم. ولا قدرت المهم ما عنديش مشكل مع الباترونات، قالت لي كوان دي فوي كوالكوز فييني، يعني ما عنديش مشكله البنات، ونقدر نصور لكم حتى فيديو، يعني هي كتهضر المهم ما ندير الصوره ديالها، وان شاء الله ندير لكم فيديو ما عنديش مشكل اخواتي. المهم دعموني غير باللايكات ديالكم وبالتعاليق ديالكم الزوينه اللي كتشجعني وكتعطيني واحد الطاقه ايجابيه والله البنات. المهم غنمشي دابا غنوجد الغديوه لبنياتي، وعندي شي الروينه البنات راني جيت باقا ندير حتى حاجه. كيف ما كتشوفوا اخواتي غنحيد المعنات، لانني المعنات ديال العشاء غسلتهم البارح وما حيدتهمش، وكتشوفوا هاد الجنات راني ما كتخليني ندير حتى حاجه. بانت لي صابرين جات مشات نعسات، بانت لي بحال اثرت عليها شويه الجلبه، اما جنات البنات راكم كتشوفوا ما كتزقاش من اللعب ما كتزقاش. المهم غندوز نحيد حتى ديك السبيزا كيف ما كتشوفوا، حيت كنت جايه ودزت قديت شي حاجه خديتها اللي خاصاني يعني. المهم طلعتهم في الدروج واخا راني عاليه البنات، جد قضيه وطلعتها، طلعت بنياتي ومن الاولين وعاد رجعت للتقضيه. المهم غنفك هاد التقضيه اخواتي ونتلاقى معكم، نوريكم ان شاء الله نشارك معكم الغديوه اللي غندير، حيت قررت ندير لهم غير العدس لانه ما بقاش ليا الوقت. العدس عندي منقي رقاتو ليا عدوسي من في شهر 10 الله يرحمها ويوسع عليها، رقاتو ليا وصوباتو ليا مسكينه الله يرحمها الله يرحمها في هذا النهار. المهم البنات ديجا عندي منقي غير ندوز نغسلو ان شاء الله وغنردو. المهم غنرد هاد التقضيه لبلاصتها ونتلاقى معكم اخواتي.
حطيت العدس ديالي هنايا ربيع درت العطريه كامله، حكيت الثومه البصله صافي درت شويه زيت الزيتون وغنسد عليها البنه، نزيد عليه شويه الماء ونسد عليه غير يطيب ليا تان، المهم حتى يقرب يطيب وغنزيد عليه القرعه على حسب عندي القرعه الناس بسرعه كطيب غنوريكم القرعه اللي غندير. بالنسبه للقرعه هي هذه البنات، هذه بسرعه كطيب ما كتاخذش الوقت كثير، هذه كناخذها من ليدل وبعض المرات كيجيبوها حتى في امدي، حلوه البنات كتشهي جربوها، ولكن غير ديروها البنات طفيو عليها على حسب كطيب وصافي ما كتبقاي تلقاي فيها والو. المهم دابا غندوز نقطعها قطع صغيره ونتلاقى معكم ان شاء الله. صافي كيف ما كتشوفوا اخواتي انا قطعتها دابا كيف ما كتشوفوا هذه القرعه البنات حلوه كتشفوا اللون ديالها ماشي هذيك الصفوريه كيف ما كتشوفوا هذا هو اللون ديالها صفرة بزاف ولذيذه البنات وصحيه في نفس الوقت، يعني ملي كديريها في العدس كتجي بنينه في العدس وفي نفس الوقت راه البنات راكم عارفين الفوائد ديال القرعه القرعه الحمراء خاصه للجلد البنات يعني مفيده. هذا مكان خواتاتي ونتلاقى معكم ان شاء الله مني طيب لينا العديس. خواتاتي الزوينات قبل ما نوريكم العدس راه ديجا طاب، قبل ما نوريكم البنات بغيت نشارك مع الاخوات اللي كيقولوا لي شاركي معنا التخفيضات اللي كاينين، مشيت الام دي اليوم البنات وهزيت هذه الورقه، المهم بغيت نوريكم التخفيضات اللي زوينه، المهم الحاجه اللي بانت لي مزيانه غنوريها لكم، بحال موتزاريلا البنات دايرين ليها 1 يورو، دايرينها في سكاطوله هذه بوكونشيني زوينين هادو البنات، بالنسبه للبانينو حتى البحوكه الشلاضه زوينين، وحتى هاد يوغورت البنات كانوا دايرين لي اورو 99 دايرين لي اورو 29 هاد يوغورت. شنو ثاني ايمين طلع البنات هذا تا خديت منه، المهم زوين البنات الا بغيتو تاخذوه. وبلاتي نوريكم البنات شنو ثاني بان ليا، المهم ها الحوت البنات هذاك سوكو برونتو كيكون زوين هذا البنات دايرين ليه 2 يورو ناقصين منو تشكونطا شاندايزا يعني مزيان وحتى اللي كيشرب كوكا. اما انا البنات ما كان قليل فاش كندخلها للدار واخا حيت صابرين كتعجبها، ولكن البنات ما كتبقاش تاكل ليا ملي كنشربها. المهم الزيت البنات داير 89 زوين هذا الزيت ديال اوليو دي سامي فاري، المهم زوين حتى انا مجرباه زوين. وبيستاكي البنات هو دايرين فيه قصيرطه نولا صلصه هذيك لا، المهم شحال المهم حسب هادشي اللي بان ليا البنات مزيان، وبان ليا حتى الاخر دايرين هاد لافابياتي دايرين ليه 65 وحتى التفاح دايرين ليه 75 كان لازم البنات مزيان، ولكن الاوفرطه ما دايرينها حتى 23 و24 يعني السبت الحد يا ربي دايرين في التفاح وفي هذاك لافابياتي. هذا مكان خواتاتي اجيو معايا نوريكم الطبق النهائي ديال العدس. صافي خواتاتي الزوينات كانت هدية الطبق ديال العدس كيجي لذيذ البنات غير جربوه بالقرعة الحمراء كيجي زوين البنات. هذا مكان صافي غندوز نغدي دابا بنياتي وغنسد الفيديو هنايا كنشكركم جزيل الشكر اخواتي، وما تنساوش انني احبكم في الله، وما تنساونيش البنات باللايكات ديالكم باش تشجعوني، وشكرا لكم بزاف وباي باي عليكم، سلامة الى فيديو جديد.